صراحة يعني ماكو أي حركة لحد الآن، يعني السوق واقف كلش، يعني وأي حركة بالسوق ماكو، عالم خايفة يعني، والتجارة يعني القوات الأمنية ما جاي تساعد بالعالم، يعني جاي تهزم بالعالم، تعزل المحل، تؤدي يعني إلى اليوم خلينا نقول رعب يعني بالعالم. هو القوات الامنيه هو خلينا نقول هم العبد المامون مثل ما نعم يقول. طيب اليوم دور الحكومه، اليوم احنا يعني اعتمادنا صار على النفط من سنوات طويله، اليوم النفط وصل لمرحله اتصور اقل من 5 دولار، نعم بالتالي غياب خلينا نقول المجالات الاخرى، الصناعه المحليه، المنافذ الحدوديه، نعم الكذا. بالتالي اليوم بينت اثارها على الوضع الاقتصادي بصوره عامه، وين دور الحكومه خلال هاي الفتره عن هذا الجانب؟ المشكلة انه اي دور للحكومة ماكو، اي دور للحكومة ماكو، يعني حتى حاليا هسه المستشفيات يعني اي علاج او اي يعني مستلزمات مستلزمات للحكومة ماكو، يعني يجي هنا يوقف عزل عزل عزل، عزل هو خلص السوق راحت العالم، وهاي العالم اللي ما عادها شلون؟ العالم على قولتك يعني ما عادها، يعني كناس يعني عايش على اليوم، يعني على اليوم انا وغيره وغيره عايشين على يومي، انا اذا اقعد يعني عندي عائله، اذا اقعد عندي عائله احضر نفسي بضر العالم، فمشكله يعني عندي، يعني حيل حيل مشكله يعني حيل. حياك الله. حياك الله حبيبي.